السلام عليكم طلاب. طبعا صارنا كم محاضرة احنا متخلفين عليها بالثالث متوسط، لان كان عندي محاضرات نزلت للخامس علمي، محاضرتين ونزلت للثاني متوسط، فهسه راح نجي للثالث متوسط نكمل التمارين. صفحة 52 تمارين الفرق بين المكعبين. فخلنا نجي تدرب وحل التمارين. اوكي، فتمرين اسبوع 14 يا اصدقائي، 6 تكعيب زائد اكس تكعيب، 6 تكعيب زائد اكس تكعيب. هذا شلون احلل؟ افتح قوسين، اوكي، قوس صغير قوس كبير، 6 بدون تكعيب، عكس هاي الاشارة او هاي الاشارة، العفو، هاي الاكس بدون تكعيب. هسه 6 تربيع، اوكي، عكس هاي الإشارة، هذا في هذا، يعني 6 اكس زائد من القانون الاكس اتربع. واضحة الفكرة؟ سهلة كلش. تمرين 18 طلاب، ورايد 27 زائد 64 اكس تكعيب. هذا هم شغلته سهلة. أول مرة نجي البسط 27 جايتني من 3 أس 3 زائد الأربعة وستين جايتني من 4 أس 3 اكس تكعيب. واضحة الفكرة؟ حللت الأربعة وستين على 4 بهش قد 16، مو صح ولا لا؟ العفو، 64 على 4 ايش قد بيها؟ 16 على 4 بيها ايش قد؟ 4 على 4 بيها ايش قد؟ هالشكل هذا خليت 4 اس 3. بعد ما سويت هاي الخطوة اجي اكمل الحل، راح افتح قوسين، قوس صغير وقوس كبير. فهنا 3 بدون التكعيب زائدا للقانون الأربعة بدون التكعيب الاكس بدون واقع. هسه راح نجي هنا، هاي الثلاثة اربعها عكس هاي الاشارة، هاي مضروبة بهاي، 3 في 4 12 والاكس تنزل، زائد من عندي من القانون هذا اربعة، شو يصير؟ 16 اكس تربيع. واضحة الفكرة؟ اكو صعوبة بالموضوع؟ نجي نكمل، عندنا هواي تمارين خير من الله. المفروض ان انتم تتدربون بيهن، بس انا راح احلهن حتى ما اخلي شيء عليه. 125 واي تكعيب زائد 1، واضحة الفكرة؟ هنا 125 هاي جاتنا من 5 أس 3 واي تكعيب، والجذر التكعيب للواحد هو واحد، يعني هو واحد حتى لو استكعيب هو إلى تكعيب وتربيع. فنجي نكمل هنا بالنسبة لهذا السؤال، نكمل هنا، راح نكمله. أفتح قوسين، قوس صغير قوس كبير، 5 بدون تكعيب، الواي بدون تكعيب، لا زائد الواحد بدون تكعيب. هسه أجي الخمسة ربعها يصير 25، الواي تتربع عكس هاي الإشارة، الأول في الثاني يصير 5 واي زائد مربع الواحد هو نفسي. اوكي، نجي للتمرين 20. تمرين 20 اللي هو 1 على 64 زائد 8 على 125 في واي تكعيب. طلاب هاي همين نفس الحالة، 1 على 4 أس 3 حللت 64 زائد 2 أس 3 هاي من تتحلل، وهاي 125 شو تصير؟ 5 أس 3 واي تكعيب. بعد ما سويت هيك شو اسوي؟ قوسين، قوس صغير قوس كبير، 1 على 4 بدون تكعيب
زائدا 2 على 5 بدون تكعيب. هسه اجي اربع الواحد على 4 يصير 16، عكس هاي الاشارة. هذا مضروب بهذا راح يصير ايش قد؟ 2 على 10 واي، يعني 1 في 2 2، 4 في 5 العفو 20 مو 10، 20 واي زائدا هذا تربع، تربع البسط وتربع المقام، يصير 4 على 25 واي تربيع. هذا هو حل هذا السؤال. تعالوا وياي هسه على باقي التمارين. خلينا نجي ناخذ بعد تمارين. تمرين وصلنا تمرين يا تمرين 21. تمرين 21. وطيني 1 على بي تكعيب زائد 1 على 8 وقايل اشتغل لي هذه. هذا ماكو اي اشكال. تحت قوسين، قوس صغير قوس كبير. هنا الاشارة هاي، هذا اليه بدون تكعيب وهذا اليه 1 على 2. طبعا الثمانية للعلم 8 2 اس 3 حللت. هسه تعال ربع لهذا، هذا راح يصير 1 على بي تربيع، عكس هاي الاشارة، هذا مضروب بهذه فراح يصير 1 على 2 بي، يعني 1 في 1 1، بي في 2 يعني بي، زائدا مربع هذا راح يصير 1 على 4. واضحة الفكرة؟ هسه نجي على التمرين 22، راح يصير 1 على 5 في تكعيب زائدا 25. طلاب هذا جايني، هذا شلون راح احله؟ مثل ما تعرفون اسحب عامل مشترك اللي هو 1 على 5، سحبت عامل مشترك، نابقى بي تكعيب زائدا، اوكي. هنا شنو هذا؟ كان مضروب هذه، فاكو اختصار صارت، فهنا اصلا 50، العفو شنو 50 على هنا اصلا 100 على 5. لا هنا اصلا 125. هسه اذا رجعت هذه، هذا ضربته بهذا، هذا ضربته بهذا، يرجع هذا، اوكي. فهذا راح يصير 1 على 5، 5 تختصر تصير 25 بهالشكل هذا اصلا. فهذا الواحد على 5 ما علي، ما لي دخل به. هسه افتح قوسين، قوس صغير وقوس كبير. هنا انا بي بدون تربيع زائدا هنا 5 اس 3، هاي حللتها، ما نخلي اس 3. المهم هنا نجي نربع البي تربيع، عكس هاي الاشاره، الاول في الثاني، 5 في بي، 5 بي زائدا هذا التربيع 25. هذا الحل النهائي لهذا السؤال. طلاب ذني 6 تمارين اريد